تجاوز إجمالي خطوط الهاتف المتنقل 6,600,000 خط حتى أكتوبر الفائت، وذلك بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. احتفل أهالي ولاية صور بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد. شملت الاحتفالية على العديد من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية والرياضية والثقافية، كما تم تدشين أطول علم يحمل تواقيع المشاركين. انطلق بولاية نخل معرض المواهب والمنتجات الوطنية بهدف دعم الابتكار والإبداع لدى المشاركين وتشجيع المنتج المحلي. شرطة مرور دلهي تطلق مشروعا جديدا تشجع المواطنين على استخدام كاميرات هواتفهم المحمولة لالتقاط صور مخالفات المرور ورفعها عبر تطبيق جديد للشرطة.